يقول لك فما الكتابة القارة وفما ميكانيزم تخلق الدنيا. أنا شخصيا كمديرة عامة على شركة الاستراتيجية اللي هي تملك أوتيل البلاس من ديزان شهر ماي 2013 فما مراسلات متتالية مش الوزارة وزارة المالية والكتابة القارة وحتى المراسلة تمشي اون باراليل باش نبدا ثابتة انه وصل للزوز. على اساس شنو؟ على اساس انه الشركة هذية راهي في حاجة لانها تبيع بورتمانات باش يولي عندها ليكيديتي. باهي لهذه ساعة لوتوريزاسيون ما جاتش. في الاثناء البي دي جي نتاع البنكة لا عدا هذيا هذيا ترجع لك سيليز. البي دي جي نتاع بنكة معروفة جدا تسلف من عنده البي دي جي القديم اللي هو بالحسن طرابلسي 7.5 مليار ولاو تو 8 و300 باهي بالفوق. قال لك تو باش نبيع الفون دو كوميرس تاع لوتيل. البارح بركة جات تسمية تاع الاكسبير باش يعمل لي ليفالواسيون تاع الفون دو كوميرس لوتيل بالاس هي اللي هو يسوى دي مليار دي مليار معناتها يمشي لوتيل قداش باش يبيعو. هو بالنسبه ليه يخلص في 8.3 مليار ميهموش حتى كان تجي مزايده بفرنك ميهموش. هو ابسونس توتال ما فما حتى حد 90% والدوله ماشي هنا نواصل بربي سيليس حتى سي امبورطون كي نسمع على انستغرام ليه واتعس من هذاك ما وصلش 600 شركه ما وصلش البي دي جي شركه عليا لا 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 فما حاجه مهمه عملك سيليس الدوله عنده قيمه خلينا الموضوع خاطر امانه نقول المرسوب اللي خلق اللجنه كل القرارات هذوما وهذا ناسفوا له اما احنا هذا قانون نحترموه عليه باش تجاوبني تقول لي نعطيك اوتوريزاسيون ما تقول لي قانون سيليس كل قرار هاني قلت لك يلزمك تقرا المرسوم المرسوم نعرفه بالبدايه كل قرار يبدا شي تعيين يلزم توافق عليه اللجنه مش وزير الماليه ولا رئيس اللجنه توافق عليه اللجنه يلزم اللجنه تجتمع لكن مشيتكم فما صاروا برشا لجان الكوميسيون صار يمكن في وقت اللي جاء علاش عملنا احنا الكتابه باش تولي الكتابه وصل لها 1000 مره المكتوبه هذيا انا لوتيل باش يتباع على خاطر سيليس فخفيخ ما جاوبنيش راه سيليس فخفيخ يحترم القانون كوميرس يحبوا يبيعوا الاملاك وشركه هذيا الناس الكل حتى تو الوزير الموجود تو يقول لك اوتيل بلاس ما عندهاش كان اوتيل بلاس عندها صندوق دو تلاسو مش متواجد في افريقيا كامله إلي لوكسيو معناتها كان أ 3 موا دوفيرتور عندها دي تيران معناتها يرعبوا وعندها دي زابارتومون وكيف تحكي لهم على الشركة هذه يقول لك لا تونيزي غولف ما عندها كان البلاس با دي تو سا تبيع لوتيل توفى الشركة يوليو أملاك هما 200 شركة